ياسمين في تلتقى معاني حنا بس ما بعد أول مرة بالك بتحبها؟ ما بعرف ما عم بدي أروح شوفها لحالي. مجموعة من الشباب المراهقين عم بيقضوا يوم ببيروت مع مشاكله همومه وأفكاره وعم يكتشفوا حالهم أكتر بظل المدينة المتناقضة. أحداث فيلم لبناني جديد للمخرج الشاب نديم ثابت بأول فيلم روائي له. الفيلم بعنوان يوم ببيروت من بطولة يمنى مروان، منال عيسى، جوليان فرحات، وليد فغالي وغيرهم. الفيلم بيبدأ بالصلاة اللبنانية بستة نيسان القادم، فكان لنا لقاء مع نديم. أنا صار لي فترة بشتغل بفلومة خاصة بالجيل الجديد اللبناني اللي مش أكيد مش عايش الحرب وما معه هالميموريز اللي معهم إياهم العالم الأكبر. بعمل كذا شورت فيلم عن هالسبجكت، فهو السيناريو بركي أخذ معي شي سنتين لأكتبه يوم عادي ببيروت وين نشوف هالشباب، بس أكيد لأنه هن بعدهم شباب. الشاب بتغير كتير، مش بكل واحد معه 30 سنة إنه عارف بقى أكيد يوم عادي، بس اليوم كمان وين كل الأشخاص تبع الفيلم رح يكتشفوا شيء جديد عن حياتهم وحيتأثروا كمان بالبلد، لأنه أخيتها أكيد بيشبهوا بركي عالم بأوروبا، فرنسا، بأمريكا، بس هو لبنان كمان هو بلد وين التاريخ والبوليتيك كتير بتأثر على العالم، بس مش معمول بواي شوكينج، يعني مش انه مش هون ليدفش العالم انه مش معمول لتنقز، هو معمول انه هي لانه الرياليتي هو السيناريو المكتوب، بس مكتوب كمان لنشتغل مع الاكترز، يعني كتبت انا فيرجن فاينل فيرجن تبعولي، بعدين رجعت اشتغلت على شهرين مع الاكترز لنرجع نشتغل نشوف كيف بيحكوا اللهجه اي اكسبريشن. بما أنه السينما مراية الواقع، مرة جديدة عم بتفرجي هواجس وأفكار مجموعة من الشباب اللبناني من توقيع مخرج لبناني. هسه خسرك شوي تعرف؟ ما كيف يجي عبالي أرجع يا ثورجي، ما لقيت على مصغر من هيدا؟ عندك نظام إقطاعي بالبلد، عيش أنت بس ضلك متعوز.